خليني ابدا معاك الاول بالنهارده باطلاله سريعه جدا عن الثلاث مباريات النهارده في كاس العالم. الحقيقه هل انت مستمتع بالاداء الفني؟ يعني من امبارح للنهارده 4 مباريات. يعني البدايه ما كانتش موفقه، اول مباراه يمكن استمتعنا جدا بالاكوادور، ضغط، قوه، سرعه، حقيقي كره كويسه جدا، بيلدينج اب عالي، وبيعرفوا يتحركوا بين الخطوط كويس جدا كفرقه. يمكن ساعدهم في ده سوء حاله قطر والخوف الغير مبرر من اول حارس المرمى لحد صحيح معز مسعود، خوف غير مبرر وخارجين من بره الجيم خالص. النهارده الصبح طبعا استمتعنا بنتيجه كبيره، ولكن باداء سيء من ايران، يواجهه اداء جيد جدا من انجلترا. انجلترا فريق قوي، فريق ممكن يروح حتت بعيده، مش عشان النتيجه ولكن عشان الاداء. مستر كيروش اعتقد انه اخطا في انه يلاعب فرقه زي انجلترا دفاع منطقه، وهم لعبهم وطريقه لعبهم كله بيعتمد على اختراق دفاع المنطقه. يعني لو كانوا طلع ضغط بمناسبه كيروش، قبل بس ما تكمل كلامك في هذا الامر، هل نقدر نقول دلوقتي ان كيروش مثلا كان ظالم للمنتخب الوطني في الفتره اللي كان ماسك فيها المنتخب؟ بمعنى يعني ان هو بالطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها دايما مع المنتخب الوطني امبارح او يعني من كام يوم، وهكلمك عن هذا الامر، مباراه المنتخب مع بلجيكا خلتنا نشوف ان احنا عندنا حته نقدر نهاجم بيها، وبتلعب تاني التصنيف العالمي، مش بتلعب مثلا فريق او منتخب من تحت قليل، او لا تلعب منتخب تاني التصنيف العالمي. طيب خلينا بس نبقى منصفين، انت الادوات اللي معاك معتمده على الثلاثي الهجومي بس، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، تريزيجيه، تمام. ممكن تحط في شويه في النني في النص، ممكن تحط زيزو، ممكن زيزو، الشناوي بتواجده، احمد حجازي بتواجده، ولكن في العموم احنا فرقه دفاعيه. خلي بالك يمكن ده اللي سقط فيه النهارده مستر كيروش، عارف ليه؟ لان علي دون الحارس المرمى اتصاب في اول مباراه، نزل الحارس الاحتياطي، ما عندوش حد مثلا يقدر يقفل له المنطقه زي مثلا الونش وحجازي، ما عندوش حارس قوي يقدر يشيل الحاجات اللي بتيجي بس عليه. بس خلي بالك، هو برضو الحارس اللي نزل الست جوال ما لوش علاقه ماشي بيه. هو، انا مش ده قصدي، برضو انا قصدي ايه؟ قصدي ان لا بس في فرق، عارف لو الشناوي واقف مكان الحارس كان هيروح في حته ثانيه، حتى ابو جبل لما كان موجود كان احسن بكتير. انما انا اللي عايز اقوله الحارس ده ما قدرش يتعامل مع المباراه، اتخض برضو بعد 3 دقائق، لقى نفسه في كاس العالم وهو كان احتياطي بقاله فترات كبيره. خلي بالك الجون ده كان بيلعب مثلا بقاله 5 سنين او 6 سنين ستاندنج، ما حدش بينزل، فانت لما تلاقي نفسك برضو من الدار للنار ممكن يكون اتخض في مباراه زي انجلترا. الهدف الاولاني هدف عالمي، الهدف الثاني بتاع ساكا راح في حته صعبه جدا، يعني مجموعه الاهداف اللي جت فيه صعبه، بس برضو اتخرجوا بره الجيم.